تطورات عم تحصل بعملة لونا كلاسيك، وتطورات ضخمة عمالة بتحصل بالفريق. صديقي إذا كان بهمة أخبار هاي العملة مهم كتير تتابع معي الفيديو للأخير. معكم عمر من قناة عالم العملات الرقمية. لكن شباب قبل ما نبشر بالمحتوى خلونا نلقي نظرة على قناة التليجرام نشوف أرباحي بنفسك. ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضمني علي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي بتمنى منك إذا عجبك المحتوى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يصلك كل جديد. وهلا شباب خلونا ننتقل على اهم الاخبار. عملت لونا كلاسيك، مطور عملت لونا كلاسيك الاساسي ادوار كيم يعلن عن شراكة هيكس لتطوير البنية التحتية لعملت لونا كلاسيك. صديقي خلونا نشوف مجلة الانفينستيك لنشوف شو راح يقدم للعملة. طبعا التعاون تم اليوم، فريق عملت لونا كلاسيك منهم المؤيد للتعاون ومنهم المعارض. طبعا السبب رفض هذا المدقق وفريقه من المطورين هو عدم الثقة المجتمع فيه لعلاقته مع تيرا فورم لابس. بحسب المطور ادوارد هاي الشراكة راح تعمل على زيادة الامن للمحفظة المملوكة للمجتمع وامتداد محفظة الويب. وفقا لوثيقة التعاون سيعمل كلا الطرفين بنفس الحساب فرقة العمل المشترك، وطبعا مع الصلاحية للبروفيسور ادوارد. الشراكة هاي راح تأمن فريق وتطوير دعم لعملة لونا كلاسيك صديقي، وممكن بالايام القادمة نشوف ارقام جديدة. طبعا عملت لونا كلاسيك ارتفاع بسيط بعد كسر الترند الهابط. نحن محتاجين فوليوم وزخم صديقي. بعد كسر الترند الهابط مع إعادة الاختبار الآن هي أولى نقاط الانطلاق. صديقي إذا رح تدخل بهاي العملة بفضل منك تأخذ قرارك من الآن. أنا ما بفضل إنك تدخل بالفومو. وطبعا مناطق الآن مناطق دعم، أول مقاومة ممكن نشوفها عند الموفيج 200 على فريم اليوم 0.312، والمقاومة الثانية عند مناطق 0.317. صديقي ممكن تخرج أرباحك بشكل تدريجي ولازم يكون تعزيزك بشكل تدريجي. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من المحتوى وعجبك المحتوى بتمنى منك تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يوصلك كل جديد. صديق ضروري كتير تنضمني على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الاستثمارية والصفقات المضاربة اليومية. صفقاتنا ناجحة 100%.